ليس غريبا ان تحصل عشرات لا بل مئات حوادث السير في النهار لكن الاغرب ان يقع حادث ويصور من خمس كاميرات في الوقت ذاته المكان صيدليه باتروني على طريق بكفي أنتلياس والزمان الثامن الا ربعا من صباح الاحد حادث ولا اغرب سياره مسرعه يفقد سائقها السيطره عليها ويجتاح عابر سبيل ويدخله الى الصيدليه التي صدم بابها الحديدي واستقر المصدوم داخل الصيدليه الصادم نزل منهارا وسقط أرضا جراء الإصابة وحال الهلع فيما انتقل عمال المحطة المقابلة لنجدته قبل أن يفاجأوا بالمصاب الآخر تحت الباب الحديدي للصيدلية ده جرس الإنذار عندي بالصيدلية على السيلولار تبعي بس رديت عرفت أنه الصيدلية عم تعرض لشيء من وراء الإنذار جبت السيارة بلا على أساس الجرس ممكن تكون قطعة كهرباء وتفاجأ بسيارات الاسعاف هوني وسياره الامن الدرك والشباب كلهم مجمعين لقيت في شخص بالارض الصادم يحمل الجنسيه الايرانيه ووالدته لبنانيه والمصدوم سوري والاثنان لا يزالان في غرفه العنايه الفائقه ووضعهما يتحسن ولم تتمكن قوى الامن من استجواب الصادم لمعرفه ما حصل معه هي السرعه تضبطها احيانا كاميرا قوى الامن واحيانا اخرى كاميرا مراقبه وفي الحالتين السرعه هي السبب الاول للحوادث فتجنبوها